وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول سبحانه في الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآيات أيها المسلمون عباد الله هي من آخر ما نزل من القرآن، كما قال ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن هاتين الآيتين هما من آخر القرآن عهدا بالسماء، ما نزل بعدهما إلا قوله تعالى في آخر سورة البقرة في الآية التي قبل آية الدين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآيات هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر المولى سبحانه فيها العباد بعظيم منته عليهم بمبعث هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تصديقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الآية في سورة البقرة، دعاء إبراهيم عليه السلام. ولكن في الدعاء قدم إبراهيم التعليم على التزكية، قال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وعدل الله له الدعاء في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية، وربنا عدل له الدعاء فقدم التزكية على التعليم، لأن التزكية تتضمن البراءة من الشرك والبراءة من بدع الجاهلية وعاداتها المضرة وعوائدها السيئة. فهذا أول، قبل أن يتعلم الإنسان يجب أن يتنقى من رواسب الجاهلية، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لي في الجاهلية موقفان أتذكر أحدهما فأبكي وأتذكر الآخر فأضحك، قال: أما الذي يبكيني فإني كانت لي جارية صغيرة وكنا نئد البنات، كانوا بيدفنوا البنات حيات، دي من عوائد الجاهلية، قال: وأنا أحفر لها الحفرة لأدفنها حية وهي تنفض التراب عن لحيتي، فدفنها وهي حية. قال: وأما الذي يضحكني أني كان لي صنم من عجوة كلما جعت أكلت شيئا منه. يجي لإلهه يقول له: بس داير أكل اليد البيجاي، بعد شوية الرجل، لحد ما أكلوا كله. وهذه كلها يا أخواننا من عوائد الجاهلية، وأسوأها عبادة الأصنام والأوثان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ معنى الآية: هل أغند عنكم شيء؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من أسوأ عوائد الجاهلية عبادتهم للأوثان وللأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب ليجدد فيهم دين إبراهيم عليه السلام، عشان كده ربنا امتن علينا بالنعمة دي، وما من نعمة ربنا أنعم بها على العباد أعظم من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القيم. قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، أنار لنا الطريق وهدانا إلى صراط الله المستقيم وعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، بل ما ترك شيئاً إلا وحدثنا عنه، ولا طائراً يطير في جو السماء إلا وأخبرنا عنه خبراً. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قيل الآية تخاطب العرب، من أنفسكم أي من العرب، ولهذا قال المغيرة بن شعبة لما ذهب إلى كسرى قال له جاءنا رسول منا نعرف نسبه ونعرف مدخله ومخرجه ونعرف صفاته فهو من أوسطنا نسبا. الوسط يا أخواننا دائما في القبيلة هو الأفضل، ولهذا قال أبو طالب مفتخرا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من العرب واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، فهو من أفضل الناس نسبا ومن أجودهم صفاتا. صلى الله عليه وسلم يلقب في مكة قبل البعثة بالصادق الأمين، لما جاءه جبريل بالوحي وأخذه الخوف من طريقة الوحي ذهب إلى أمنا خديجة الكبرى في بيته وهو خائف يقول زملوني دثروني، وهي تقول له من عقلها وفهمها قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، أنت منصور ربنا ما بيخزيك، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكلة الزول الواقع أنت بترفعه، وتكسب المعدومة اللي ما عندي أنت بتديه، وتصدق الحديث وتحفظ الأمانة وتعين على نوائب الحق. قلت له ربنا ما بيخزيك أبدا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقيل الخطاب لعامة الناس، من أنفسكم أي هو بشر من بني آدم، خلافا للناس اللي بيعتقدوا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وليس هو بشر، هذا غلط، والصحيح أنه من بني آدم يتكلم كبني آدم ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويمرض ويتألم، ولكن ميزه الله تعالى على سائر البشر،
فهو صاحب المقام المحمود الذي تتقاصر عنه الأنبياء، وصاحب الحوض المورود فهو أوسع الأنبياء حوضاً يوم القيامة، وحوضه أكثر الأحواض وارداً يوم اللقاء، وهو صاحب اللقاء اللواء المعقود، وصاحب الشفاعة الكبرى، وهو سيد ولد آدم. ميزه الله تبارك وتعالى بأزكى الخصال، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية دي كثير من الناس ما يفهموها، يظن إنه إنك لعلى خلق أي لك أخلاق عالية، ولكن المعنى أرقى من ذلك. إنك لعلى خلق أي أنت فوق الخلق، فوق الأخلاق العالية صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، معناها يشق عليه ويتألم من كل شيء يؤلم الأمة، يعز عليه عنتنا وتعبنا ومشقتنا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار الأيسر من بينهما. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نقل القرطبي رحمه الله تعالى أن عن السلف أن الله تعالى لم يجمع لرسول من الرسل اسمين من أسمائه الحسنى إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن شدة رأفته وحرصه على الأمة أنه صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أهله، وفي رواية أنه صنع لهم طعاما، أعد طعام جميل ودع له أهله شان يدخل عليهم بمدخل جميل يبلغهم الدعوة، لأن دعوة التوحيد تقيل على نفوس المشركين. فجمعهم إلى الطعام، بعد ما أكلوا الطعام وشربوا من الشراب قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قام عليه عمه أبو لهب واسمه عبد العزى، قال له: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله فيه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته زوجته حمالة الحطب، كانت بتشيل الحطب، تأذي به والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وحمالة في جيبها حبل من مسد، دي كانت تجيب الحطب. وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم اسمها أم جميل العوراء، امرأة قبيحة وسيئة الخلق، جاءت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: مذم من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أبي بكر الصديق، قال له: ألا ترى كيف يصرف الله ذمهم عني؟ قال: يذمون مذمما وأنا محمد. وهم من بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما بيسموه باسم الجميل الذي يدل على الحمد أنه محمود، لا، ما بيسموه محمد، يقولوا مذمم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الآية الأخيرة قوله تعالى: فإن تولوا، أي بعدما جئتهم بالبينات ودعوة الحق الواضحة والقرآن البين الذي أعجز العرب مع فصاحتهم
وبلاغتهم، لأنهم أرسلوا إليه رجلاً يسمى عتبة ابن ربيعة أبو الوليد من سادات قريش ومن أعقلهم، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد جئتنا بشيء فرق بين الوالد والولد، سفهت أحلامنا وكفرت أجدادنا وسببت ديننا، فهل أنت منتهٍ عما أنت عليه؟ هتخلي ده ولا ما هتخليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له، ما قاطعه في الكلام، وده من أدب الحديث، حتى الزول لو بيقول كلام غلط استمع له عشان تقدر تجاوب. فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: أفعل. فوضع عتبة يديه خلف ظهره واتكى وصار يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه الآيات الأولى من سورة فصلت، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ومضت الآيات لحد السجدة، فسكت عتبة، ما قال ولا كلمة، وهو أعلم رجال قريش، كان له علم بالتوراة وبالإنجيل الكتب السابقة، وكان يلقب نفسه الوحيد أعلم قريش، وقريش فوق ده تاني ما عندهم زول عنده علم. فرجع إليهم هم قاعدين في مجلسهم، قالوا: لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وش تغير؟ سحره محمد. أول ما رجع قالوا: ما تقول فيما سمعت من محمد؟ قال: أقول هذا ليس بكلام البشر، إني أعرف كلام الكهان وليس بكاهن، وأعرف كلام العرافين وليس بعراف، وهذا الكلام إن أسفله لمخضر وأعلاه لمثمر، وما هو بقول البشر. قالوا: إذن صبأت يا أبا الوليد، أنت ارتديت على دين محمد. قال: وما أقول يا معشر قريش؟ قال لهم: في واحد من خيارين، كفوا عن هذا الرجل، خلوه يدعو بدعوته، فإن غلبته العرب فذلك الذي أردتم، وإن انتصر عليهم فالملك ملككم والسؤدد لكم. ده رأيه، وكان أعقل واحد فيهم، ولكنهم رفضوا، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عشان كده ربنا قال: فإن تولوا فقل حسبي الله. ربنا بيكفيك، وانت كمؤمن اتوكل على ربك الخلقك، واعلم انه البشر ديل كلهم ما بيملكوا لك حاجة، كل الدنيا ما تقدر تتصرف في شيء من أمرك، انت توكل على ربك. فإن تولوا فقل حسبي الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بيصلي عند الكعبة بين الركن اليماني والحجر، والمشركين بيتربصوا به، وأبو لهب قال: بكرة لو جا صلى أنا حأشيل صخرة وأرد بها رأسه. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى سجد، صلى وسجد لله، أبو جهل بقى شايل الحجر بتاعه وماشي، أول ما قرب جاء راجع ويدينه نشفن في الحجر وما قادر يتحرك، رجع لهم قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه لفحل إبل، لو وصلته لقطعني بأنيابه. ما يقدر يحصل. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل،
ولو اقترب مني لمزقه جبريل. فإن تولوا فقل حسبي الله، ربنا بيكفيك وربنا بيحميك، وانت أيها المؤمن توكل على ربنا، ربنا بيحميك وما في ذل عنده لك حاجة، وما في بني آدم بيملك لك شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أسأل الله تعالى علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.